دكتور، أول مرة نلتقي صحيح، بس أنا أعرف حضرتك كويس. لما الدولة في لحظة التحول الاقتصادي تعمل برنامج تكافل وكرم، وإحنا كلنا يعني ملاحظين إنه في ارتفاع أسعار وفي تغيير في نمط الحياة الاقتصادية و و و وفجأة نلاقي الموظف والمواطن لا يتوارى إن يدفع فلوس للموظف علشان يدخله وهو ليس له حق، وبعدين نرجع نقول اصل في ناس شحاته في الشارع احنا محتاجين نديهم، احنا مش عارفين نعيش دول ازاي او نجيب اللي ما عندهمش بيوت، دول اللي بيناموا في الشوارع وعلى الارصفه نعمل ايه؟ الظاهره دي بتقول ايه؟ في تراث الدراسات السوسيولوجيه يعني في ادبيات علم الاجتماع بنقول ان احنا في تشخيص محدد لمنظومه القيم من تقريبا من نص السبعينات القرن العشرين لحد حتى اليوم، في تحولات رهيبه طرأت على منظومه القيم بشكل عام، ومنها القيم المتعلقة بالعلاقة بالدولة، وبالتحديد فكرة إيلاء المصالح الشخصية في مقابل الفردية في مقابل المصلحة العامة. في تراجع شديد في القيم ومؤشرات القيم المعنية بالمصلحة العامة على مستويات معدلة وفي كل الطبقات بالمناسبة. طبعا الصغير بيبني على وضع يد، والطبقة الوسطى عندها سلوكيات متنوعة، والطبقة العليا في نواب قروض، وفي يعني في مظاهر كتيرة جدا ضربت كل الطبقات، على كل الطبقات في تراجع، يعني مش عايز أقول انهيار واستخدم كلمات كبيرة، بس في تراجع في القيم المتعلقة بالدولة، ربما رد فعل على سياسات من الدولة، ربما تأثر بمستويات معيشة منخفضة، ربما تراجع في عوامل ضبط داخلية ذاتية مرتبطة بالتدين أو غيره، يعني ممكن نفسرها أكتر من تفسير، إنما الواقع والمثبوت أن في تراجع في القيم المتعلقة بالدولة والحفاظ على الملكية العامة.